سننتقل سويا إلى زميلنا أحمد أبو حماد المتواجد في جامعة آل البيت. فصباح الخير أحمد من جديد. نعم، صباح الخير، بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة المفرق. احنا موجودين معكم على الهواء مباشرة من جامعة آل البيت، وهي جامعة حكومية رسمية تقع على بعد 69 كيلومتر شمال شرق محافظة العاصمة. تم تأسيس عام 1993، وهي عبارة عن منارة تعليمية تربوية على أعلى مستوى، تحتضن مجموعة من الكوادر التدريسية المؤهلة والمتخصصة في كافة المجالات. طبعا مشاهدينا، تقوم الجامعة على توفير جميع الخدمات والمرافق للطلاب من قاعات تدريسية ومراكز صحية ومختبرات وصالات رياضية، بالإضافة إلى المطاعم والاستراحات وكل مستلزمات الطالب الجامعية. لحتى نتعرف أكثر على جامعة آل البيت، راح يكون معنا الأستاذ الدكتور إسماعيل عبابنا رئيس الجامعة. دكتور، الله يصبحك بالخير. صباح النور، صبحك خير، وصبح صباح الخير على كل المشاهدين جامعة آل البيت، أهلا وسهلا فيكم. نعم دكتور، حابين تعرف نحن والسادة المشاهدين أكثر على هذه الجامعة العريقة، الجامعة المميزة في هذه المنطقة الجميلة من الوطن الجميل. سيدي، استدرت الإرادة الملكية السامية بإنشاء جامعة آل البيت في 17 من آب عام 1992، عندما استشعر جلالة المغفور له الحسين بن طلال الحاجة إلى جامعة متميزة خاصة تجمع بين علوم الدين والدنيا، يعني بالإضافة إلى التعليم التقليدي أيضا تعليم أمور الدين، وذلك لتنشئة الإنسان المسلم المنسجم مع بيئته والمؤسس على مبدأ الحوار وقبول الرأي الآخر، وذلك انسجاما مع أساسيات أساسيات النظام السياسي الأردني الذي أسسه الهاشميون منذ حوالي القرن من الزمن. جامعة آل البيت هي جامعة الآن تحتوي فيها 20,000 طالب، ما يزيد على 20,000 طالب، من بينهم 2,800 طالب في الماجستير، وكذلك حوالي 10% من الطلبة غير الأردنيين الذين يأتون من دول عدة وخاصة من جنوب شرق آسيا، حيث لدينا حاليا الآن حوالي 400 طالب من ماليزيا، وكذلك حوالي 120 طالب من الصين. والجامعة فيها 10 كليات، فيها 39 برنامج بكالوريوس، 35 برنامج ماجستير، فيها 3 برامج دبلوم، وكذلك برنامجي على مستوى الدكتوراه حديثين، وهناك مشاريع عدة في الجامعة أنجزت خلال السنوات الأربع سنوات الماضية، وهي إنشاء كلية جديدة، مبنى جديد لكلية تكنولوجيا المعلومات، مبنى لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، مبنى لكلية الهندسة، مبنى لكلية التمريض، إضافة إلى ذلك هذه كلفتها تزيد على 10 ملايين دينار أردني، يضاف إلى ذلك وجود صالة رياضية كلفت الجامعة 4.5 مليون، وإضافة إلى ذلك وجود مدرج، وهناك مدرج الحسين بن علي الذي تقام فيه نشاطات المحافظة تواصلا مع المحافظة. الآن خصوصية قريبة في السنوات الماضية لجامعة آل البيت، وذلك نظرا لقربها من مخيم الزعتري، فهناك نشاطات لتدريب اللاجئين السوريين، وكذلك أيضا تدريب الأردنيين أيضا معهم إخوانهم الأردنيين الأقل حظا، وحيث هناك مشاريع مع جامعات بريطانية وبالتعاون مع UNHCR، وكذلك الجامعة الأمريكية في بيروت، وكذلك مؤسسات في فرنسا. نعم. هذه المشاريع. نعم دكتور، في نهاية حديثنا بس تحكي لنا أكثر عن المشاريع المستقبلية للجامعة لحتى توصل أكثر للريادة، أكثر من خلال مثلا المباني، زيادة عدد الطلاب، إدخال تخصصات جديدة. جامعة آل البيت تنمو بشكل مضطرد، بحيث وصل عدد ارتفع عدد الطلاب من 2011 كانوا حوالي 11,000، الآن يزيد على 20,000، ومتوقع أن يزيد عدد الطلاب بحوالي 5% في كل عام، ونحن نسعى إلى استقطاب الطلبة الجدد، وذلك من خلال تخصصات أيضا جديدة تكون مطلوبة لسوق العمل، والتخفيف أيضا من عدد الطلبة في التخصصات الراكدة. طبعا جامعة آل البيت توفر للطلبة
الطلبة كما تفضلت وتحدثت كثير من الخدمات، منها خدمات الكافتيريا، منها الخدمات منها الرياضية، أيضا كثير من المؤتمرات والنشاطات غير المنهجية التي تقام على مدار العام وبشكل كبير. شكرا لك والله يصبحك بالخير. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة المفرق وبالتحديد من جامعة آل البيت. تعرفنا مع الأستاذ الدكتور إسماعيل عبابنا رئيس الجامعة أكثر على هذه الجامعة العريقة والمميزة. والآن رح نرجع لاستوديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات صباحكم. كل الشكر لك أحمد أبو حماد من جامعة آل البيت. أكيد رح نرجع نطل عليكم من هذه الجامعة العريقة خلال حلقتنا لليوم.